التقييم. وده اول حاجه بنصح بيها، ان ما نفتيش يا جماعه ما دام احنا مش عارفين حجم الاصابه ايه، حتى لو هي تبدو صغيره برضو نروح للطوارئ. صديقه عزيزه ليا دكتوره نوره رشحت دكتور باسم زكي، اللي انا شخصيا ما كنتش اعرفه تماما ولا هو يعرفني، وده منظري قبل ما ادخل العمليه بالظبط اللي هو عملها لي. هو اخصائي جراحات تجميل زي ما قلت كده، لا اعرفه ولا يعرفني، وهي كان ترشحها بقوه لي. عملنا العملية وخيطنا، وأنا كنت الحقيقة متخيلة أن الموضوع أبسط من كده بكتير، لكن طلع إيه أن لأ، يفضل أن يتاخد إجراء كويس علشان ما يتسبش علامة. كل ده طبعا أنا ما شفتش حاجة، أنا ما عرفش حتى أنا اتعملي كام غرزة، ولا عارفة أبعاد الموضوع ولا أي حاجة. ولحد كل الصور اللي انتوا شفتوها دي أنا ما شفتش الجرح حتى، كان مقفول عليه. والصور دي من أول مرة فتحنا على الجرح. الإصابة حصلت يوم خميس، وده كان يوم الاثنين اللي بعده على طول. بدأنا نشوف ايه اللي ممكن يتفك، وده منظر اهو الخياطة اول ما شالوا اللزق. كل ده طبعا هتلاقوني مبتسمة ومقبلة على الحياة عشان انا ما شفتش حاجة، لان انا لما شفت اتنكدت نكد يا ولاد ما اقولكوش، قلت خلاص انا كده بقيت صارم وعلامة في وشها للابد. ما كانش عندي ادنى امل انها مش هتسيب علامة، ومع ذلك يعني قلت ايه نخليها على الله ونشوف كده ايه اللي هيحصل. كل ده انا لسه ما شفتش، انا بتصور بس، حد بيصورني، لكن انا ما اعرفش ابعاد الموضوع. ده بقى منظري اول ما شفت الجرح. طبعا واضح يعني التتنيحه اللي انا فيها، تعرفكم انا حاسه بايه من جوايا. حاولت ابتسم ابتسامه صفرة كده اللي انتم شايفينها دي، ولكن طبعا انا كنت خلاص مقتنعه ان انا هعيش بعلامه في وشي طول العمر، دي استحاله تروح. طبعا خلاص بقى اقلمت نفسي نفسيا على ان خلاص انا عندي اصابه في وشي وهعيش بيها وانتهى الامر على كده، وبحاول اهو ابتسم ومقبله على الحياه، وانا طبعا من جوايا ايه يعني متضايقه جدا. دي دلوقتي تاني زيارة لدكتور باسم، دكتور باسم زكي. تاني زيارة رحت له، أنا برضو ما بين الزيارتين الجرح متغطي تماما وما عرفش إيه اللي بيحصل، بس أنا خلاص بقى مقتنعة من جوايا إن خلاص أنا سارة معلمة في وشها، انتهى الموضوع على كده، وتقبلت ده نفسيا بصدر رحب وخلاص مستسلمة نفسي عليه. طبعا كان في لسه غرز ما تشالتش، ودلوقتي هنشيل آخر غرزة. طلعت كده اخر غرزة خلاص. كل ده يا جماعة انا لسه ما شفتش حاجة ومتخيلة الاسوأ. طبعا انا كل ده ولا في كريمات بتتحط ولا اي حاجة، كله بالخياطة فقط لا غير. دي الخياطة اللي عملها دكتور باسم فقط، مفيش اي حاجة غير طبعا شوية ادوية ومضاد حيوي ومعرفش ايه اتاخدت، ومضاد للتورم والالتهاب والحاجات العادية بتاعت اي اصابة يعني، ولكن مفيش اي حاجة اتعملت مباشرة على الجرح ولا كريم ولا اي حاجة اتحطوا. وزي ما انتم شايفين يعني مفيش حاجة، الموضوع كله خلص. فيعني مش عارفة أقول إيه والله، بس الواحد لازم لما يلاقي حد بيعمل شغله صح يقول، بلاش نقول بس الحاجات الوحشة. فأنا مش عايزة مش عارفة أقول إيه، يعني مش عارفة أشكره إزاي والله إنه وصلنا للنتيجة دي. هو مجرد دكتور جات له حالة شف شغله على أكمل وجه وبقت النتيجة كده. دكتور باسم زكي اللي هفضل طول عمري مدينة لي بإن أنا مفيش علامة في وشي، لأن أنا طبعا ما كنتش أحلم إن الجرح ده مش هيسيب علامة. الحمد لله طبعا على كل شيء. وكل ده يعني انا ما شفتش، هتشوفوا وشي دلوقتي بعد ما اشوف الابتسامه من الودن للودن. بصوا اتصورت دلوقتي صورتين كده من قريب قوي، دي الجفن ما فيش علامه خالص تقريبا، وطبعا لسه هنحط شويه كريمز وحاجات الدكتور قال عليها، هتظبط بقى اي بواقي اثار يعني ممكن تكون حتى موجوده. وده الحاجب، شكرا جزيلا، تم بحمد الله وخرجنا منها بسلام. شكرا دكتور باسم زكي جدا على اللي عمله، وعلى استجابته السريعه للحاله اللي جات له، وعلى شغله اللي تم بكل كفاءه. وزي ما انتم شايفين ما فيش اي علامه، واعتقد دي ابتسامه حقيقيه غير خالص الابتسامه الصفراء اللي كنت ببتسمها في الاول وانا شايله الهم. الحمد لله وشكرا جزيلا على كل دعوتكم.